Well, what are going to be the next steps? Who's going to telephone who in order to secure a long-term solution for the Middle East problem? I think that we can wait for a call. I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. As far as I'm concerned, we are just happy as it is now. And if the others are happy, so that's it. But the others aren't going to be happy, really, are they? Let them ring us up. بيقول مرشد ديان في مذكراته إن في الساعة الرابعة صباحا يوم 6 أكتوبر 1973 صحيت من نومي على رنين التليفون الأحمر بجوار فراشي، وكانت مكالمة غير عادية لأنه وصل معلومات بأن مصر وسوريا بيعدوا الهجوم قبل غروب شمس نفس اليوم. بعد لما تأكدت إن المعلومات وصلت لرئيسة الوزراء جولدا مائير، اتصلت برئيس الأركان علشان يقابلني في مكتبي الساعة 6 صباحا، وطلبت من مساعديني إنهم يبلغوا كل القادة للحضور إلى مكتبي. ركبت سيارتي واتجهت لمكتبي، وعرفت إن المعلومات كانت رسالة من المخابرات حول قرار العرب بالحرب، وكمان كان في تقارير ان في عملية اجلاء للأسر السوفييت من مصر وسوريا. ماذا وقع يوم 6 اكتوبر بالنسبة لك من الصباح؟ بالنسبة للصباح وحتى الساعة الثانية او قبل ذلك بقليل، كنت بأمر على مركز القيادة اللي موجود فيه القوات علشان اتأكد من ان كل واحد في مكانه وكل واحد فاهم الواجب بتاعه وخلافه، وفي الوقت نفسه بأتابع ما تقوم به الوحدات والتشكيلات، لأن كل واحد بقى عندي جدول زمني قبل الهجوم بساعة، ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. فكل شغلنا يوم 6 أكتوبر هو أن نتلقى التقارير ونشوف كل حاجة ماشية حسب ما هو متوقع ولا. والحقيقة كانت شيء رائع، بحيث أن كل شيء في التوقيتات كما لو كنا نقوم بطابور تدريب تكتيكي. وقررنا التصرف على أساس افتراض إن مصر وسوريا هيحاربوا بالفعل، وبحثنا الخطوات الواجب اتخاذها، وحددنا 4 خطوات: تعبئة الاحتياطي، وإعداد ضربة جوية وقائية، وإجلاء الأطفال والنساء من مستعمراتنا في هضبة الجولان، وإصدار تحذير إلى سوريا ومصر عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، تكون دعوة للبلدين لصرف النظر عن المعركة، وأن تعرف الولايات المتحدة من البادئ بإشعال الحرب فنضمن مساعدتها لينا. وخلال الاجتماع برئيسة الوزراء قررنا صرف النظر عن الضربة الجوية، وقمنا بإبلاغ الولايات المتحدة عن المعلومات التي لدينا عن طريق سفيرنا في واشنطن، وكان علينا اننا نتأكد اننا وضعنا كل دبابة وكل جندي في الجبهة في الوضع المناسب. وما كناش هنبدأ من الصفر، فالقوات الجوية بأكملها معبأة، وكان لدينا على الجبهة السورية 180 دبابة و11 بطارية مدفعية و5000 جندي، وعلى الجبهة المصرية 275 دبابة و12 بطارية مدفعية صاروخية و8500 جندي. وتم وضع الجيش في اقصى حالات التأهب، وتم اعلان حالة الطوارئ في الجيش، وكان تصوري ان عملية عبور القناة هيكون فيها الكثير من العقبات، فلن تستطيع طائراتنا العمل ضدها نظرا لحلول الظلام والفعالية قواعد الصواريخ سام 6 المنتشرة بالقرب من القناة على الجانب المصري. ألم يكن لديكم اي مخاوف من ان تعلم اسرائيل بموعد الهجوم وتسبقكم ولو قبلها بساعة؟ طبعا هذه الشكوك كانت قائمة، إنما أنا كما سبق أن قلت لك إن أنا يوم الجمعة زرت الجبهة، وبعد ما زرت قيادة الجيش الثاني والجيش الثالث طلعت على نقطة مراقبة في الإسماعيلية اللي هي غرب القناة مباشرة، وبيني وبين العدو 180 متر، وابتديت أبص عليه بالنظارة وأشوف العادات بتاعته، لقيت العادات ثابتة تماما، يعني ليس هناك أي شيء يدل على إن هو حس بإن ترتيباتنا للهجوم أصبحت وشيكة، لأن الكلام ده كان قبلها ب 24 ساعة تقريبا. ناقشنا كل الاحتمالات وخطة الهجوم، ورغم شعورنا بالثقة كان القلق بيملأ قلوبنا، فنحن غير معتادين على أن نخوض حرب ما نكونش إحنا اللي بادئينها. كمان الوضع كله كان مناقض لطبيعة الجيش الإسرائيلي، واللي بيعتمد على تعبئة الاحتياطي وإحضار الجنود من وراء مكاتبهم ومن حقولهم ونقلهم لميدان المعركة. إسرائيل لها مقتلين، المقتل الأول هو عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرا لقلة عدد الأفراد بتوعهم. المقتل الثاني هو إطالة مدة الحرب. كل الحروب السابقة كانت تعتمد على أساس حروب خاطفة، خاطف أو كما يسموها بليتشكريج، إنها تنتهي في خلال 4 أسابيع 6 أسابيع، لأنها في هذه الفترة بتعبئ 18% من الشعب اليهودي، ودي نسبة عالية جدا. الحالة الاقتصادية بتتوقف توقفا تاما في إسرائيل، لأن والتعليم بيتوقف، والاقتصاد بيتوقف، الزراعة بتتوقف، الصناعة بتتوقف، لأن كل اللي بيشتغلوا في المصانع وفي الزراعة هم دول بقوا ضباط وعساكر في القوات المسلحة.
فأنا عايز أستغل نقطتين الضعف دول، لأن أنا لما حكون في الدفاع هو هيجبر على إنه هو إيه يقاتل بالمواجهة، فسأحدث فيه خسائر، وأنا أخضر منه في الدفاع هأحدث فيه خسائر. اتصلت الولايات المتحدة بمصر مباشرة وسوريا عن طريق الروس، وبلغتهم باللي نقلته ليها إسرائيل، وطلبت منهم توضيحات، وطلبت الولايات المتحدة مننا عدم القيام بأي هجوم على مصر وسوريا، لأنها عرفت إننا بنخطط لهجوم خلال 6 ساعات، ولم تتلقى أمريكا رد. أما الروس فكان لديهم إبلاغ بنوايا مصر وسوريا، ومع ذلك قاموا بدور ملاك السلام دون أن يهتز لهم جفن. كنت بعتقد ان المفتاح لمنع قيام حرب هو عقد اتفاق ولو جزئي مع مصر، وكان ده بالنسبة لي كفيل بتخفيف دوافع مصر للقتال، واقترحت بمجرد ايقاف حرب الاستنزاف في عام 1970 اننا ننسحب قليلا من قناة السويس حتى نعطي الفرصة لمصر لإعادة الحياة الطبيعية الى مدن القنال واستئناف الملاحة، وكان اعتقادي ان ده هيضعف رغبة المصريين في القتال، لكننا لم نصل الى اي اتفاق جزئي، وبدا واضح ان دوافع مصر لاستئناف الاعمال الحربية بقيت كما هي، واصبح السؤال هو متى يحدث ذلك؟ قادة الجيوش متى علموا بموعد الحرب بالدقة؟ علموا بها يوم أول أكتوبر قادة الجيوش. الجنود اللي في المعركة متى علموا بموعد يوم 6 أكتوبر صباح؟ كل الجنود كانوا على علم أن هناك حرب في الساعة الثانية صباح. كل واحد يعرف المهمة بتاعته فقط لغير. وفي الساعة الثانية إلا 5 دقائق استدعيت على عجل إلى غرفة العمليات. لقد بدأت مصر وسوريا التحرك، وقامت الطائرات السورية بعبور مجنة الجوي، وقامت القوات المصرية بعبور القناة، بالإضافة إلى تعرض بعض قواعدنا العسكرية في غرب سيناء وشرم الشيخ للقصف. لقد بدأت الحرب. قامت الحرب في اليوم الوحيد اللي ما كناش متوقعين انها تقوم فيه، في يوم الغفران، وهو اليوم الوحيد اللي بيقضيه كل اليهود في كل انحاء العالم في الصوم والعباده، وفي اسرائيل كان العمل متوقف والشوارع خاليه لا سياره فيها ولا مشاه. اليوم ده يوم جاد لدى الشعوب اليهوديه، وازدادت جديته بقيام الحرب فيه. خسرنا في المعركه الكثير من الرجال، وفقدنا اراضي ومواقع غاليه القيمه، وكان واضح ان مصر وسوريا حققوا في الهجوم مستين على اقصى جانب من الاهميه، الاولى هي المبادره في بدء القتال، والتانية هي التفوق الهائل في القوة. بدأت المعركة في نفس اليوم على كلا الجبهتين، وبدأت مصر بقصف أرضي جوي لمعسكرات ومنشآت الجيش الإسرائيلي في سيناء، وتابع الجيش المصري القصف مباشرة بعبور القناة على طولها، وأقاموا الجسور واستخدموا الزوارق المطاطية، حتى إن بعضهم عبر القناة سباحة، ولحد منتصف الليل كان المصريين نقلوا إلى الضفة الشرقية للقناة 300 دبابة من مجموع 2200 دبابة نقلوها لسيناء، وكان عندهم 1848 مدفع ميدان بيغطي كل المنطقة، وخاصة لكل ميل من الارض 50 مدفع مضاد للدروع، وكان مجموع ملادينا على الجبهه 276 دبابه و48 مدفع ميدان، وبدا الهجوم علينا بقوه من المشاه تصل نسبتها من 10 الى 1 مقارنه مع رجالنا، وبلغ عدد قوات المصريين 100,000 رجل ضد 8500 من رجالنا، وكان مشاه المصريين مزودين باعداد هائله من الاسلحه المضاده للدروع، وبيحملوا الصاروخ السوفيتي استريلا واللي بيستخدم ضد الطائرات، وعانينا ايضا من نقص عددي في الطائرات لان مصر كان عندها 600 طائرة، وكانت المشكلة ان التعزيزات القوية لن تصل الى الجبهة الا بعد يومين صباح 8 اكتوبر، ومعنى ذلك ان امامنا 30 ساعة صعبة. حسيت بالقلق بيملى قلبي، فقد حقق المصريين مكاسب هائلة، وتعرضنا لضربة موجعة، عبر المصريين القناة واقاموا جسور نقلوا عليها المدرعات والمشاه، ولم نفشل فقط في منعهم، لكن ما سببناش ليهم الا خسائر طفيفة في الافراد والمعدات. وكان السؤال اللي بيسيطر على كل تفكيري، ما الذي حدث؟ هل أخطأنا في تخطيطنا أم التنفيذ؟ ما الذي حدث لثلاثة من العناصر الأساسية في عملنا، وهي المدرعات والقوات الجوية والموانع الحصينة على القناة، واللي كانت كفيلة بإعاقة المصريين من العبور وإصابتهم بخسائر بالغة. أصبح العبور الآن حقيقة واقعة، ولم تعد مواقعنا الحصينة سوى فخاخ للموجودين فيها. كنا بنواجه 3 عوامل بالغة الصعوبة، أولها حجم قوات المصريين والسوريين المجهزة بأسلحة تراكمت عبر السنوات الست الماضية في الجيش المصري والسوري، وكان الجيش المصري والسوري ما كانوش هم الجيشين اللي عرفناهم في عام 1967، وكانت قوات جيدة تم تجهيزها وبيملاها التصميم والإصرار. العامل الثاني هو سلاح الصواريخ بعد تدعيمه بالصواريخ سام 6، والعامل الثالث هو حاجتنا إلى المحافظة على الجبهات مع وجود قوات قليلة، علشان كده كان واضح ليا إنه يجب علينا اننا ننسحب الى الخط الثاني لنحارب المصريين في مسافة 12 ميل من القناة. بالتحضيرات وبالحسابات العلمية انا كنت واثق تماما بان احنا لازم هننتصر، وبالشحن المعنوي اللي احنا كنا بنديه للافراد كنت واثق تماما ان احنا هننتصر،
ولكن مهما كانت هذه الثقة لابد وأن تشعر بشيء من القلق. ولكن الشعور بالقلق شيء والثقة بأنك أنت ستنجح شيء آخر. يعني بالعكس الشعور بالقلق ده مطلوب في بعض الأوقات لأن ده بيبعث الدماء الحارة في إيه في جسم الواحد ويخليه إيه يتحفز ويصبح ذات قدرات ما يقدرش إيه تكون في ظروف العادية. مش عيب أبدا أن الواحد يكون قلق وأنه يكون متحفز. والقلق كان أكثر ليلة 6 أكتوبر وأنا قاعد بفكر على السيناريو اللي هيحصل وإيه الاحتمالات وإيه الاحتمالات كذا وكذا 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 ما فيش شك. ولكن في نفس الوقت بقول لك كنت إيه كنت واثق بالحسابات إن لازم هننتصر. أذاعت الإذاعات المصرية ووكالة تاس السوفيتية الأحداث اللي وقعت في اليوم الأول على اعتبار إننا بدأنا الحرب، فأذاع راديو القاهرة إن السلاح الجوي الإسرائيلي هاجم في الساعة 1:30 ميناء الزعفران المصري في خليج السويس وإن القوات المصرية ترد العدوان. كان بيان الولايات المتحدة بيدعو لقلق أكتر علق متحدث باسم البيت الأبيض على اندلاع المعارك وقال بأن الرئيس نيكسون بيتابع الموقف عن كثب منذ ساعات الأولى من الصباح دون أدنى إشارة إلى أن العرب هم اللي بدأوا الحرب. ولما بلغ ممثلنا في الولايات المتحدة أن العرب هم اللي بدأوا الحرب قل لي أن العرب بيدعوا أن إسرائيل هي اللي بدأت الحرب. ذهبت إلى القيادة العامة الخاصة بالطوارئ فوجدتها كخلية النحل لكن بدون عمل، كانوا بيتلقوا التقارير من جبهة القتال وبيضعوا العلامات على الخرائط، أما من ناحية السيطرة والقيادة والتفكير الهادئ المتوازن فالموقف ما كانش مرضي بالمرة داخل حجرة العمليات. كانت تطورات الحرب في يد قادة الجبهات والقيادة العامة ما كانش في وسعها أن تفعل الكثير. ما هي الشخصيات التي تواجدت في غرفة القيادة والتي انطلقت الرصاصة الأولى في حرب 6 أكتوبر وهي موجودة تتابع الوضع؟ مركز القيادة العام اللي هو يطلق عليه المركز 10 كان يجلس في الايه في منصة داخل الغرفة، غرفة كبيرة يعني في الناحية العرضية دي فيها منصة مرتفعة شوية فيها 3 كراسي، يجلس في النصف رئيس الجمهورية ويمينه القائد العام وزير الحربية ويساره رئيس الأركان ومقاطع في الجنب الشمال على حرف L يعني يجلس رئيس هيئة العمليات ومعه ضابط آخر من فرع العمليات. وفي المواجهة بتاعة المنصة الرئيسية دي توجد حاجة زي تخت رمل كبيرة عليها الخرائط وعليها الخطة، وفي المواجهة في شاشة بتبين لنا الطيران بتاعنا أو الطيران المعادي أولا بأول. دي الايه الغرفة الرئيسية. وكان أول من قاس من عنف المعركة هو خط استحكاماتنا الأول واللي كان على قناة السويس مباشرة وبيضم 16 من الاستحكامات القوية واللي عرف باسم خط برليف، وكانت المعركة قوية وعنيفة. ولما هاجم المصريين هذه الأهداف حربت كل نقطة من نقاطنا معركة مستقلة وكأنها في جزيرة منعزلة، وكانت معركة حياة أو موت. اتعرضت الاستحكامات الى قصف شديد ومركز وتابع القصف هجوم شامل بالدبابات والمشاة وسقطت كل النقاط، بعضها تم اخلاؤه والبعض الاخر اقتحموا المصريين وقتل الكثير من الضباط فيما عدا موقع كان يدعى بودابست واللي كان بيتميز بوضع طبوغرافي خاص. وعلاوة على ذلك كانت فصائل الدبابات واللي كان مفروض انها تتمركز بين النقاط الحصينة لربطها ببعضها وتقديم العون ليها كانت على بعد 6 أميال للخلف، ولما حاولت الدبابات التقدم للامام وجدت ان المصريين سبقوها الى هناك وتعرضت لنيران عنيفة وتم تدمير معظم هذه الدبابات وشل فاعليتها. متى بدأتم تشعروا بأنكم فعلا الخطة بدأت تنجح؟ تقدر تقول يعني أنا كنت قلق جدا لغاية الكباري ما اتنصبت، لأن قبل الكباري ما تتنصب المشاه بتاعتنا هتبقى معرضة للهجمات المضادة بتاعت العدو، وهجمات كلها هجمات مدرعة، والعدو له في خط برليف. أصلا في ناس فاهمين أن خط برليف هو إيه الحصون اللي موجودة على الإيه على 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 ضفة القناة، على ضفة القناة، وهذا غير حقيقي. خط برليف ده الخط الأمامي لشبكة الدفاع الإسرائيلية، عمقه 20 كيلو. الخط الأول اللي هو ملاصق للقناة مباشرة هذا هو ما اصطلح على أنه خط برليف، إنما شبكة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن فيه خلف هذا الخط بحوالي من 5 إلى 8 كيلو. لما أقول من 5-8 كيلو في حتة تبقى 5 كيلو في حتة تبقى 8 كيلو، ما يبقاش الخط ماشي مستقيم يعني. حاطط 120 دبابة، كتيب الدبابات العدو كتيب دبابات بتاعته 40 دبابة، فحاطط 40 دبابة على المحور الشمالي اللي هو المحور المؤدي إلى الأنطرة، 40 دبابة على المحور المؤدي إلى الإسماعيلية، 40 دبابة على المحور المؤدي إلى
السويس والشرق. خلف هذا الخط 20 كيلو من القناة، يعني خلف هذا الخط بحوالي 12 كيلو، يوجد 80 دبابة وراء كل إيه محور. تحسب يعني هناك خطوط متتالية خطوط على مدى العشرين كيلو. إذا نجحت في تجاوز خط ما مخط أخر. لا مش كده، لا هو مش هيستناني، ده هو الخطة بتاعته إن عندما يشعر ببدء الهجوم تبص تلاقي الخط التاني ده ينقله إلى الخط الأولاني ويملأ الفراغات اللي هي بين إيه، اللي هي بين حصون خط برليف، لأن حصون خط برليف 35 حصن على 160 كيلو، في حتة فيها فراغات. باقي الدبابات اللي هم 240 دبابة هينتقلوا من الخط الثالث إلى الخط الإيه الثاني. نعم. الثاني. وهيبقى عنده بدل ثلاث خطوط هيبقى خطين. احنا عاملين حسابنا وفاهمين التكتيك بتاع العدو، لأن احنا في أثناء الحرب عايشين معهم كذا سنة، بنعمل أوقات نرفع درجة الصدات ونشوف هو بيتصرف إزاي وبنشوف إيه التصرفات بتاعته. كان الضغط الرئيسي عسكريا ونفسيا بعد تدفق آلاف الجنود ومعاهم الدبابات واقتحامهم للاستحكامات واختراقهم لحقول الألغام والبوابات. لما كانت مواقع إطلاق النار تسقط كان رجالنا بينتقلوا إلى موقع آخر، وبمرور الساعات أصبح واضح للجنود إن موقفهم بيزداد صعوبة وإن احتمال وصول إمدادات ليهم أصبح سراب، لأن القوات المصرية أغلقت طرق وصول الدبابات واحترقت الدبابات اللي حاولت تعبر، وبدأ الرجال يطالبون بإخراجهم من اللي هم فيه. كان خط برليف اكتسب شهرة ملحوظة، وعلشان كده اعتبر اقتحامه بمثابة نصر كبير للمصريين ورد ليهم كبريائهم. ال 24 ساعة الأولانيين ما فيهمش أي أوامر، أوامر كلها مسبقة وكل واحد بينفذ الرول بتاعه كما لو كان في طابور تدريب تكتيكي. يعني أنا بقول لك إحنا في 6 أكتوبر كل واحد قدامي جدول الزمني، كل اللي أنا بشوفه إن إيه تتابع فقط، بقى أتابع وأشوفه ماشي ولا لا. وكان شيء مذهل إن هو ماشي طبقا للتوقيت، مع إن طبعا يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك إيه الثغرات اللي هتتعمل في الساتر الترابي هتتعمل من 5 إلى 7 ساعات، نيجي نقول مثلا الكباري من 6 إلى 8 ساعات، لأن الأوامر مسبقة تفصيليا لقادة الجيوش، وقادة الجيوش تفصيليا لقادة الفرق، والفرق للألوية، كأنه طابور تدريب تكتيكي. في الساعات ال 24 الأولى من وقوع الحرب أصبحنا لا نملك سوى قوة ضئيلة من المدرعات على الجبهة المصرية، ولما انهار خط الدفاع الأول تدفق المصريين على سيناء بقوات ضخمة وبقوة هائلة من الأسلحة. الحرب في يوم 8 أكتوبر أنت انتقلت إلى الجبهة، كيف رأيت واقع الجبهة هناك؟ هنا بقى ده تلاقي فرحة عارمة وشعور لم أشهده قبل ذلك، بقى إن الجنود والضباط شافوا نفسهم منتصرين، وانتصار انتصار ماح يعني ساحق. والأدهى من ذلك انهم شافوا كل التوقيتات اللي قالت لهم هيحصل كذا وهيحصل كذا حصل بالضبط، كأننا نقرأ في كتاب مفتوح. لو على رفع الروح المعنوية خلق ثقة جبارة بين الايه بين الضباط والجنود الأصغر والقادة بتاعتهم كلهم ايه فيما يتعلق به. وانا عندي صورة بعتز بيها جدا، اللي هي الصورة بتاعت يوم 8 اكتوبر دول، والضباط والعساكر ماسكيني من كل ناحية ويقولوا لي التوجيه 41، التوجيه 41 اللي هم عبروا بيه. نعم. اللي هو فيه التفاصيل تفاصيل التفاصيل انهم عبروا بيه ونجحوا، فطبعا كانت فرحة عارمة. في اليوم الثاني للحرب طرت الى القيادة المتقدمة في جبهة سيناء وقمت بمراجعة الموقف في الجبهة، وفي طريق عودتي الى تل ابيب تذكرت اني لم امر بلحظة قلق تشابه هذه اللحظات في حياتي من قبل، وكان الامر هيكون اسهل لو اني كنت تعرضت للخطر شخصيا، اما هذه المرة فالشعور مختلف لأن إسرائيل هي التي تتعرض للخطر وستكون النتائج خطيرة. خما ذات كشا يتنقشيات خريفات ومريرات ومدعبير ملخما كبدت يمين دمين. بملخمة ششت ימים نمسرو ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו.